حبيبي خلص لحد يشوفنا. اذا شو اسوي قاعد فيش تاير انت تقوم تشوف الدنيا قوم. يلا يلا بسرعه. زين زين شو اسوي شو اسوي؟ هلا هلا ابو محمد. اخ كم 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 ان شاء الله جايكم جايكم ان شاء الله. ها ولا تاير مبنشر وما عندي سبير. بجيكم تاكسي الحين. يلا. شفت سوينا فيه بروح تاكسي اخذ. اذا تكفى ابو حمد نغاثني كل ما امر يم ما يسلم علي كل ما نفس علي تكفى نروح له. اخ هذا عسر خلنا منه حبيبي عسر حق نفسه. امشي بس تكفى انت امشي. خلصت والله الحين هذا بيتوهق. اي خليه يتوهق ما تبي صاحبك ينام مرتاح. بس يلا قوم 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 يبقى عليك. تفضل. اعطوني 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 اللي عندك بسرعه. هاي يبا ما عندي شيء. اعطني لمين؟ ان شاء الله اعطني. الساعة 9 منايمين يبا والله بس يلا فراشك يلا. كان صراخ الساعة فوق 9 وياك الحين منايمين. بعدين هناثون هذا وينه؟ اكيد بالحمام قاعد يسبح. أنا مو قلت السباحة قبل التسع، ليش تعندين أنت؟ السلام عليكم. يعني ما كنت بالحمام، وينك فيه أنت؟ عند رفيج الجسوم. بعد؟ تقولها بويه أنت خايف؟ ومن شنو بخاف يعني؟ أنت مو مفروض بفراشك قبل التسع؟ المفروض الساعة 9 الأهالي ينامون بفراشهم، مو أنا، أنا أقدر أنام الوقت اللي أبيه وأطلع الوقت اللي أبيه. بعد ترد علي؟ شنو لهجة الشوارع الجديدة هذه؟ سامي 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 ليش نروح فندق؟ يبا حاجز سويت حق الليلة يعني مسويها مفاجأة. وش المناسبة إن شاء الله؟ ماكو مناسبة يبا أبي جو رومانسي يعني بل يعني مشاكل وهواش بالليلة. واي ناصر أنت بروحك ما عندك وظيفة إيش هالمصاريف رايح حاجز لي سويت؟ ليلة مو شهر. يلا يلا زين بجنطتك. زين واليهال؟ يبا طارق كبر يحط باله عليهم إيش فيك أنت؟ والله ناصر أنا ما أحب المفاجآت اللي من هالنوع. أي نوع تحبين؟ أمري. لا تفاجئني. اي شيء بتسوي بتحجز اي شيء قول لي ان شاء الله من عيوني. يلا ذهبي جنطتك. يلا يلا اوكي زين لا تقعد تعيلني. زين اساعدك خل اساعدك ابي اساعدك تعال ساعدني انت راح لا لا الكاميرا ما بتشوف فيك صاير صاير شفت انت يا نيت يا نيت يما تكفين خليني يا ربي ولدي بروحي اسوامي قدامي وتعاون من ابليس شاوي وانت وتالي وياك ليه متى مينن امك وابوك شذي متى تعقل سبيكه خلاص ما انا ما حد له شغل فيني لا حد يقول لي تسوي شيء ما تسوي شيء ما تشغل فيني انا عمتك عم بعينك تحت شعد الله سبيكه فكيني خلاص الله يعينك عليه قطيعه يما تكفين لا تقول ليش تردد ابوك ما ليش تردد ابوك شفت غاني ابوي هذه الحطه انا كلها راح اكسرها لك لا اله الا الله وانتم يلا كل واحد على سريره يلا شوف قدامي روحي دارج روحي دارج يا سامي تعود من ابليس روح الديوانيه اقعد هناك اهدى شوي ما يصير كل ساعه كافخ الولد على ادنات الدور ايش تبينا نسوي له يوم احنا دلع ما قام يحسب لي حسابه اقول ايش قام يرددني ابو ساعه راسه يعني ما يخالف حبيبي ما يخالف خير تبي يكبر بعقل وبهدي انت بس روح تيسر روح الديوانيه شاوي الله يهديك ان شاء الله يا ربي الله يهديك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لحقي كأنها صارت مرة ثانية بين شيماء وناصر وي بذمتك توني شايفة نصور من الدريشة قاعد يركب جنطة بالسيارة أكيد إنها شيماء وأكيد بيوديها بيت أهلها يا ربي هذول متى تخانقوا متى سووا لهم سالفة إحنا ما نخلص منهم إيه ما عليه اتصلي اتصلي على ولدك عرفي شو السالفة أعطيني أهو التليفون يا ربي مليت والله مليت من سوالفهم يا ربي ليش أمي 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 ألو عسى ما شر هلا يما هلا هلا لا احنا بخير ما فينا شيء هو عيل ليش ماخذين جناتكم شيماء مو زعلانه
لا يمه ما 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 كل العافيه، لا بس انا حاجز فندق. او ليش؟ عسى ما شر. ما شر يمه، ماكو بس تغيير جو، يعني احنا حاجزين هالليله وباكر رادين. صدق يا يمه؟ اكيد ما فيكم شيء، مو متخانقين؟ لا يمه ما فينا الا العافيه. لا متهاوشين ولا شيء، بس قلت اسوي لها مفاجاه وحاجز لها سويت. تستاهل تستاهل شيماء، عليكم بالعافيه يا يمه، وسلم على شيماء. الله يسلمك يمه، يلا عيل فم الله. ابي فشله خالتي درات. هي عادي خل تدري. يا احنا طالعين ها؟ يلا نعطيه. وين؟ ايش عندك؟ صار لك سنه تلف وتدور بالكلام، ايش تبي بالضبط؟ مو طال عمرك بسالك عن الشغل. اي شغل؟ حلال ابوي الله يرحمه. ايش في حلال ابوي؟ وقاعد توصلك الارباح كل سنه؟ إيه لا عفا عليك، انت مو مقصر جزاك الله خير، يعني قايم بالواجب، بس يعني قلت اشوف ال شو تشوف بالضبط؟ قول لي شو تشوف؟ مو مكفيك اللي قاعد تاخذه كل سنه ولا شنو؟ الحمد لله الحمد لله خيرك سابج. اسمعني ترى انا عمري ما اكل حلال احد ولا عمري غلط. لا محشوم محشوم يا اخوي محشوم. حد اخاف شايفني غلط ولا شيء يقول لي؟ لا لا عفو عليك، لا لا عفو عليك كلش ابد. انا عمري ما غلط، تسمع ولا لا؟ اي صحيح لا صحيح معلوم. قم 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 صب قهوه قم. ان شاء الله تمام تمام. يقولون إن أعظم خطأ إنك تشوف نفسك منزه عن الخطأ. حلفة يما هادين البيت ورايحين أوتيل؟ إي والله، هو يقول ما فينا شيء، هم يبي يغيرون جو ورايحين الأوتيل، يقول حاجز لها سويت. سويت مرة واحدة؟ والله منتي هينة يا شيوم. شيوم ما تدري أخوك مسوي لها مفاجأة. وانتي صدقتي يا حليلتش يا يما، انا بفهم اخواني ليش مسبهين، ليش خدايوه، مو شايفين طبايع حريمهم الشينه؟ لا. انا من قعدت عندكم وانا اشوفهم واحده واحده ترى يما اخواني، لازم احد يوعيهم، لازم احد يعلمهم شلون يحكمون حريمهم، مو العكس يا خلاف. تدرون شنو أسوأ أخطائنا؟ إن إحنا دايماً مشغولين بأخطاء غيرنا وناسين نفسنا. بس تعبت تعبت خلاص. تعالي قادي صديقين، سويتي فيني خير يوم أني طلعتيني من البيت. إي والله عاد هو البحر كذي يرد الروح. صدق عاد انا قاريه ان الرياضه تفيد بالكتابه. شلون والله؟ انا اقول لك شلون، مساعات الكاتب مخه يقفل، يحس انه فقد الالهام بالكتابه، فبالرياضه يصفي ذهنه ويستجمع طاقته مره ثانيه ويرد يكتب وبشغف اكثر بعد. يا دام كذي السالفه، كل يوم بلعب رياضه وكل يوم بركض، لان صدق ساعات احس ان مخي جيم وما لي خلق اكتب ولا شيء. إنزين على طاري الكتابة، متى بديتها؟ يعني قصدي شنو أول قصيدة كتبتها؟ يا حياتي شخباري صدق ما أذكر. إيش دعوة ما تذكر؟ أكيد تذكر شيء مني منك، يعني معقولة كل هالقصايد وما وراها قصص حب؟ حياتي شفيج، ترى الشاعر أو الكاتب مو شرط أي شيء يكتبه وراه قصة حقيقية، لأنه هو كذي خياله واسع. أدري، بس أكيد عشت بحياتك قصص أثرت فيك وخلتك تكتب. يعني سوالف مراهقة، أشياء ما لها معنى كلش. أي ما على قول لنا، خل نعرف تاريخك على الأقل. تاريخي؟ يا عليلك، أول حب، أول حب، أول حب كان أيام الثانوية. كنت ما أصدق على الله إني أسمع صوت جرس الهدة عشان افتح سبرنت واركض بسرعه حيل 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 اروح لثانويتهم واشوفها وهي طالعه من الهده وراكبه سيارتهم. شو اسمها؟ اسمها صدقين ما اذكر. معقوله ما تذكر؟ صدق والله جد، انت ما سمعت اغنيه نوال 4 سنين انت طالع في العيون؟
ايش فيك حياتي؟ حب قبل حب براء مو حب الحين. انزين وغيرها؟ ما حبيت غيرها؟ بلى حبيت اختر فيجي. كانت الفترة هذه ايام الجامعة. كنا دائما نروح هناك بيت رفيجي عشان بس اقعد اشرب شاي واتعشى ونذاكر وهي اللي تسوي لنا هالسوالف هذه كلها. ونطايح له حب وغرام. شفت شلون؟ وبعدين؟ بعدين ماكو تزوجت وهدتني الخاينة. ما ظلت قصيدة عن الجرح والخيانة والآلام وكل هالأمور هذه السلبية إلا وكتبتها. أحلالك من صدقك ها؟ عايش الدور صح؟ وبعد؟ ما في قصة ثانية؟ لا ما في. أكو أنت وبس. حبيتك أنت وتزوجتك وعشت وياك أحلى سنين حياتي وبعيش وياك أحلى سنين حياتي. اكتشفت أن كل اللي طاف طيش شباب مراهقة وسوالف ما لها أي معنى. بس شيء واحد بقلبي أنت. ومرات نعترف بأخطائنا الصغيرة عشان نقنع الآخرين إن ما عندنا أخطاء كبيرة. بس يا ترى قدرنا نقنعهم؟